لابد أنك غالبا ما تأخذ مظهر الفواكه والخضروات اليوم على أنه أمر مسلم به، ولكن هل تعلم أنها لم تكن دائما بذلك المظهر الذي هي عليه حاليا؟ فعن طريق التناسل الانتقائي استطاع البشر تطوير تلك الفواكه والخضروات حسب رغبتنا، مغيرين مظهرها بشكل جذري بمرور السنين. إليك 10 فواكه وخضروات كانت مختلفة تماما قبل أن نبدأ بزراعتها. رقم 10. الذرة. يعد تطور الذرة مثالا عظيما لقدرتنا على تغيير الخضروات بمرور الزمن. لقد تطورت الذرة عن عشب مكسيكي يسمى بالتويسنت، والذي يعد بالكاد صالحا للأكل، ويتميز بصغره ونحوله واحتوائه على عدد صغير من الحبوب. وقد كان من الصعب في ذلك الوقت الوصول إلى تلك الحبوب نظرا لكونها مغطاة بقشرة صلبة، فقد كان عليك ضربه بشيء صلب عدة مرات لتقشيره. وكان طعمها كما هو متوقع جافا للغاية مثل طعم البطاطس النيئة. ولم يكن من السهل إيجاد الرابط بين الذرة والتويسنت، فعلى مدار السنين لم يكن أحد يعلم من أين أتت الذرة نظرا لعدم تشابهها مع أي مما كان ينمو في البرية. ولم يتم التعرف على ذلك الرابط إلا بعد العثور على العديد من الصبغيات المتشابهة بينهما، بل تمكن أحد العلماء من فرقعة حبة من التويسنت. وقد تطورت زراعة التويسنت إلى الذرة الحالية عن طريق قيام البشر في كل حصاد متتال بتربية أفضل نباتات التويسنت انتقائيا، والتي كانت تحتوي على صفوف أكثر وأكبر من الحبوب، وهو ما أدى إلى الذرة التي نعرفها حاليا سهلة التقشير وحجمها أكبر بآلاف المرات، وتحتوي على سكريات أكثر بأربع مرات مقارنة بنسخة الأقدم من الذرة. رقم 9. الأفوكادو. لقد تعرضت الفاكهة المحبوبة عند جيل الألفية إلى كثير من التغييرات وكلها للأفضل، فقد كانت الأفوكادو في البرية صغيرة للغاية، ويمكنها بكل سهولة أن تنطبق على مركز راحة يديك، حيث تنمو بقطر يصل إلى حوالي 7 سنتيمترات، وتشغل نواة الأفوكادو تقريبا حجم الفاكهة كلها، تاركة جزءا صغيرا جدا للجزء الأخضر الذي يؤكل، حيث ستضطر إلى استهلاك حوالي 10 ثمار من الأفوكادو البري للحصول على نفس كمية اللب الصالح للأكل، والذي تحصل عليه من ثمرة واحدة فقط من الأفوكادو الحديثة. والأسوأ من ذلك أن ذلك اللب القليل لم يكن ذا مذاق جيد، فقد كان أكثر خشونة بخلاف الطعم الدسم واللذيذ للأفوكادو الحالي. كما كان الأفوكادو البري مغلفا بقشرة صلبة تختلف تماما عن ذلك الغلاف الناعم والقابل للأكل للأفوكادو الحالي. فلحسن الحظ أن أسلافنا طوروا تلك الفاكهة بطرق هامة وجعلوها تتناسل تلقائيا، متيحين لنا الحصول على تلك الفاكهة اللذيذة والتي تتناسب بشدة مع الخبز المحمص. رقم 8. الخوخ. يعد الخوخ مثالا آخر لاستخدام أسلافنا للتناسل التلقائي لإنتاج نسخة أخرى من الفاكهة تكون أكبر حجما وألذ طعما، فقد تم تدجينه بواسطة الصينيين حوالي 4000 سنة قبل الميلاد، حيث كان الخوخ الأصلي صغيرا جدا ويشبه الكرز، متميزا بغلاف شمعي ولب صالح للأكل بنسبة 64% فقط. كما كان يصف طعمه بأنه ترابي، بمعنى أنه حلو وحامض ومالح قليلا كما في العدس. علاوة على ذلك، فقد كانت بذرة الخوخ البري تمثل جزءا كبيرا منه بنسبة حوالي 34% من حجمه، وبعد آلاف السنين أصبح لدى الفلاحين تلك نسخة من الخوخ التي لدينا اليوم، حيث يتميز الخوخ الحالي بغلافه اللين الصالح للأكل، كما أن نسبة الجزء الصالح للأكل حوالي 90%، ما يمثل نسبة أكبر كثيرا من الخوخ البري، بالإضافة إلى قلة حجم بذرة الخوخ الحالي بشكل كبير ممثلة فقط نسبة 10% منه. ويتميز أيضا بأنه أكثر عصارة بنسبة 27% وأحلى طعما بنسبة 4%، وبمرور السنين أصبح الخوخ في كل مكان حول العالم أفضل. رقم 7. الباذنجان. من غير الممكن أبدا التعرف على الباذنجان البري من نسخته الحديثة التي توجد اليوم، فقد كان الباذنجان متعدد الأشكال لكن أغلبه كان مستديرا، بل إن اسم الباذنجان بالإنجليزية Eggplant أتى في الواقع لأنه كان غالبا أبيض اللون مستديرا، مما جعله يشبه البيض كثيرا. كما كان يتمتع الباذنجان بمدى واسع من الألوان كالأصفر والأبيض وأحيانا الأزرق، وكانت بعض النسخ القديمة لها أشواك تتصل بالزهرة. ويعتقد أن تدجينه قد بدأ في أماكن مثل الصين والهند وتايلاند، وكان يستخدم فقط للأغراض الطبية نظرا لطعمه المر آنذاك. وعن طريق التناسل الانتقائي فقد أصبح لدينا الآن الباذنجان بلونه الأرجواني وشكله المستطيل، كما اختفى الشوك تاركا الجذع الذي يتصل بالزهرة. والأفضل من ذلك كله أن الباذنجان الحالي أصبح صالحا للأكل بمذاق لذيذ بالفعل. رقم 6. الفراولة. في أغلب الأحيان كان البشر كما هو موضح في هذا الفيديو يطورون الفواكه والخضروات بحيث تكون ألذ طعما،
ولكن حدث العكس مع الفراولة. لقد كانت الفراولة البرية والتي كان يطلق عليها فراغاريا فيسكا أحلى طعما، وكانت تعد النسخة الأفضل لهذه الفاكهة، ولكنها كانت أصغر كثيرا مما هي عليه اليوم. لماذا إذن فقدت الفراولة الحالية نكهتها؟ يقال إن ذلك بسبب بعض العوامل الأخرى التي بدأت تلعب دورها مؤثرة في تطورها. فقد فضل الفلاحون تغيير حجمها للأفضل وجعلها أكثر مقاومة للأمراض، وجعل شكلها أفضل وأكبر، وهو ما أدى إلى نقصان طعمها. لقد بدأت الفراولة الحديثة تتشكل فعليا عندما أحضر جاسوس فرنسي نسخة تشيلية للفراولة إلى فرنسا، والتي كانت أكبر كثيرا من تلك التي كانت تنمو في أوروبا بذلك الوقت. وقد تم تهجين هذين النوعين من الفراولة مؤديا إلى ظهور الفراولة بشكلها الحالي. حقيقة ممتعة، ما قد يبدو كبذور في الفراولة البرية يطلق عليه بالفعل اسم أكين، والتي تعد أصلا ثمارا صغيرة بداخلها بذور صغيرة جدا. رقم 5. الطماطم. بمرور آلاف السنين تم تشكيل الطماطم حتى وصلت إلى طعمها الحالي، وقد حدث ذلك التطور على مرحلتين. أولهما هي تلك النسخة البرية للطماطم والتي كان حجمها مماثلا لحجم التوت، وتميزت بتعدد ألوانها بين الأصفر والأخضر والأرجواني. ويقال إن أول طماطم مزروعة كانت صغيرة وصفراء اللون، وهو ما أكسبها اسم التفاحة الذهبية. وقد تطورت هذه الطماطم البرية في النهاية بعد فترة طويلة إلى طماطم الكرز، ثم طورها البشر في النهاية إلى الطماطم الحمراء الكبيرة والتي تعد أكثر أشكال الطماطم شهرة. ولكن لم تكن كل تلك التغيرات للأفضل، فقد فقدت الطماطم على مر السنين معظم جيناتها المصنعة للسكر، مما جعلها أقل حلاوة. ونظرا لكل ما مرت به الطماطم من عمليات التناسل الانتقائي، يعتقد أنه لا مجال لتحسين الصفات الوراثية لها، لذا فمن المحتمل أن تظل كما هي إلى حد كبير في المستقبل القريب. رقم 4. الجزر. إن الجزر البرية لا يشبه بتاتا ذلك الجزر البرتقالي الذي نعرفه اليوم. لقد عثر عليه في بلاد فارس حوالي القرن العاشر، وكان لونه إما أبيض أو أرجواني، كما كان رفيعا جدا ذا جذور متشعبة ونكهة قوية. وقد عرفت تلك البذور طريقها إلى أوروبا في النهاية، حيث تم تربيتها انتقائيا على مدى قرون بغرض تقليل مرارتها وزيادة حلاوتها وحجمها. ولا زال ذلك الجزر المحسن تتنوع ألوانه بين الأحمر والأصفر والأرجواني. وقد ظهرت النسخة الحالية ذات اللون البرتقالي الزاهي فقط لأسباب سياسية. فقديما في القرن السابع عشر عرف الهولنديون باسم مزارعي الجزر، حيث بدأت زراعة النسخة البرتقالية من الجزر هناك. وقد بدأ الهولنديون بزراعتها بكثرة، فقد رأوا أن ذلك بمثابة تكريم لويليام أورنج الذي قاد هولندا إلى الاستقلال، ومن هنا انتشر اللون وأصبح هو النسخة الرئيسية للجزر والتي نراها حاليا. رقم 3. الخيار. ربما لن تتخيل أن هناك علاقة بالفعل بين الخيار البري والنسخة الحديثة التي لدينا اليوم. الخيار البري له مظهر مميز ويسهل اكتشافه، فهو يتميز بأن شكله مستدير أو بيضاوي ومغطى بالمسامير والتي تنمو غالبا على الأقل إلى قطر 3 سنتيمترات، ويمكن أن يصل إلى 20 سنتيمترا. ويحتوي ذلك الخيار البري غالبا على 4 بذور بداخله، ومقارنة بالخيار الذي اعتدنا عليه فتلك النسخة الشائكة منه غير صالحة للأكل، بل وتعد سامة، ويقال إن تناوله قد يؤدي إلى الوفاة. ويعتقد أن أصل الخيار يعود إلى الهند، وكان يزرع في الأصل لأسباب طبية. والخيار الحالي لا يشبه نسخته البرية إلا قليلا، فهو يتميز بشكل أسطواني ويحتوي بداخله على بذور عديدة، ويمكنه أن ينمو حتى طول 61 سنتيمترا، كما أنه صالح للأكل وقليل السعرات الحرارية نظرا لأن نسبة الماء به حوالي 90%. رقم 2. الموز. يختلف الموز البري إلى حد كبير عن ذلك الموز الأصفر الذي لدينا اليوم، فقد كان في الأصل قاسيا وصلبا ومليئا بالبذور الكبيرة والقاسية في الجزء الداخلي منه، وبسبب تلك البذور الصلبة لم يكن ذلك الموز صالحا للأكل، وهو ما جعل معظم الناس يفترضون أنه كان يطبخ أولا ثم يؤكل، وإلا لما قام البشر بزراعته. ويعتقد أن أول موز تمت زراعته منذ حوالي 10,000 سنة في تلك المنطقة التي تعرف حاليا باسم بابوا غينيا الجديدة. ويعد الموز الذي نعرفه حاليا هجينا من نوعين من الموز البري، وهما موسى أكيوميناتا وميوسا بالبيسيانا، والذي تطور في النهاية إلى الموز ذي اللون الأصفر الزاهي والغلاف القابل للتقشير. ويتميز الموز الحالي ببذور أصغر ومغذيات أكثر ومذاق أفضل من نظيره البري، ولكن يقال إن الموز بحاجة إلى أن يتطور وإلا فسينقرض، وهذا يرجع إلى افتقار الموز للتنوع الجيني حاليا، وهو ما يجعله معرضا بشكل كبير إلى الآفات والأمراض التي يمكنها تدمير زراعة الموز. ونأمل أن يتمكن العلماء من إيجاد بديل مناسب قبل أن يحدث ذلك. رقم 1. البطيخ الأحمر. لقد كان البطيخ موجودا بالفعل منذ ملايين السنين،
ويعد واحدا من الفواكه التي تغير مظهرها بشكل كبير بمرور السنين. ولقد سجل أول حصاد للبطيخ حوالي 5000 سنة في مصر، ولم يكن ممكن أن يتعرف عليه حينها بمعايير اليوم، حيث كان أصغر كثيرا مما هو عليه اليوم بقطر يبلغ حوالي 5 سنتيمترات، كما كان مرا للغاية بطعم يختلف تماما عن البطيخ الحلو الذي نعرفه اليوم. واستمر البشر مع مرور الوقت بزراعة البطيخ وتطويره، وبحلول القرن 17 ميلادي كان الجزء الخارجي من البطيخ يشبه كثيرا البطيخ الحالي، ولكن الجزء الداخلي منه ربما يعده الناس غريبا اليوم. وقد أظهرت اللوحات الخاصة بتلك الحقبة بطيخا مفتوحا بداخله أشكال دائرية بالإضافة إلى 6 قطع مثلثة وشكل لولبي من البذور، وكان لون الجزء الذي يؤكل منه أحمر فاتحا. ومع مرور الوقت وصلنا إلى النسخة الحديثة منه، وهو أكبر من البطيخ البري الأصلي بحوالي 1500 مرة، مع زيادة حجم الجزء الذي يؤكل منه والذي أصبح أكثر احمرارا. فقد جعلت تلك جهود البشرية البطيخة أكبر حجما وأكثر عصيرا وألذ طعما. والآن، ما هو أكثر نوع من الفاكهة أو الخضروات الذي في اعتقادك تغير بشكل أكبر؟ وهل ستكون قادرا على النظر إليها بنفس الطريقة؟ لا تنسى الإجابة في التعليقات أسفله. شكرا للمشاهدة.